مرحبا بكم. اليوم حنعمل شاي الفواكه الساخن والبارد، هو مناسب لكل انواع الدايت بدون اي استثناء. يلا الوصف. الفواكه يمكن استخدام فواكه الطازجه او المجمده. ساوضع جميع المكونات على الشاشه اذا كنتم بحاجه الى التقاط صوره للشاشه. 1 كوب من الكيوي و1 كوب من الماء. نطحن جيد. هيك اصبح جاهز. الفراوله 1 كوب وماء 1 كوب. نطحن جيد. هيك اصبح الثاني جاهز. والتوت الازرق 1 كوب وماء 1 كوب. وهيك الثالث اصبح جاهز. على حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق. معلقة كبيرة شاي اسود او اخضر حسب الرغبة. نحرك الخليط لمدة 10 دقائق على حرارة متوسطة. هيك بعد 10 دقائق بنصفي الخليط. بنصفيه جيد. هيك اصبح جاهز. والتاني نفس الشيء بنوضعه وبنوضع معلقة شاي وبنحرك ونتركه يغلي لمدة 10 دقائق وبنصفي الخليط. هيك جاهز. التالت التوت الأزرق نوضع معلقة شاي عليه أيضا على حرارة متوسطة أيضا لمدة 10 دقائق. هيك أصبح جاهز. يعني 10 دقائق على حرارة متوسطة. وهذه هي المكونات إذا بحاجة إلى التقاط صورة للمكونات. ممكن تقديم الشاي بارد مع مكعبات التلج أو ساخن. نوضع لكل كوب معلقتين التركيز، هذا حسب ذوقكم أنتم. تعملوا كمية التركيز حسب ذوقكم، معلقتين ثلاثة. إذا بحاجة لشاي كراميل صحي لكل أنواع الدايت اكتبوا إلي تحت بالتعليقات. نوضع ماء بارد مع التلج وبنوضع ماء ساخن اللي بحب الشاي الساخن. الاثنين اروع من بعض الاثنين. بنقوم بتخزين الكمية الزائدة بالثلاجة لحين الحاجة. الكمية اللي زادت كلها بخزنها بالثلاجة. انتوا اعملوا الكمية المناسبة لكم. انا بعمل دائما كمية بزيادة. التحلية حسب النظام الغذائي، يمكن اضافة العسل او بديل السكر او عدم اضافة اي مواد تحلية، هذا حسب نظامكم الغذائي. الطعم روعة. تحلية هي اختيار التحلية. اتمنى تكتب لي رأيكم تحت بالتعليقات، انه رأيكم كتير بهمني. الناس الموجودة عندي على صفحة الفيسبوك اتمنى انه يشتركوا على قناة الشيف نائل على اليوتيوب عشان يوصلكم كل جديد. في امان الله.